وصلنا في الألعاب الفردية مميزين جدا. الحقيقة احنا متأهلين بأكبر بعثة في تاريخ مصر وأكبر عدد من الألعاب، ودي حاجة كويسة، وإن شاء الله هنحطها من الرقم اللي هو بتاع أكبر عدد من الميداليات اللي اتحقق آخر مرة في أثينا 2004 بخمس ميداليات. احنا ماشيين في الطريق الصحيح لهذا بإذن الله. تمام، يعني احنا قدامنا دلوقتي هداية وسيف هم اللي موجودين في مصر التايكوندو. احنا كان زي ما قلنا احنا 133 لاعب، مش كله هيجيب ميداليات، عندنا 7 8 9 لاعبين قادرين على المنافسه. احنا نتمنى ان احنا نوصل بيهم للخمس ميداليات اللي احنا قلنا عليهم. كان اول فرصه ميداليات كانت اليوم بتاع التايكوندو والرمايه. الحقيقه الرمايه عزمي محبه كان يعني توقعاتنا هو كان ممكن ينافس، الحقيقه ظروف المباراه ما عملش كويس، فبالتالي ما وصلش للنهائيات. ودي رياضه، لازم الناس تفهم ان في الرياضه ده وارد منافسه، فرصه عندك هتحققها، هيبقى في توفيق وعدم توفيق، المهم المجمل في الاخر انك انت تبقى حققت الهدف. مين اللي حققه بقى لمصر الحقيقه ما تفرقش خالص.